السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم تتمة للدرس ديال لو كورون إلكتريك كونتينيو. دونك دابا الدرس راه تشوفوه في الرابط في الديسكريبشن إن شاء الله، يكون تما الرابط ديال الدرس مع الرابط ديال السلسلة وهالحل إن شاء الله. مزيان، دونك غنشوفو بعض التمارين التطبيقية كيلكو إكزيرسيس دابليكاسيون كونسيرنون لو كورون لو كور دو كورون إلكتريك كونتينيو. مزيان، كونسيرنون ليكزيرسيس 1 غادي نشوفو التمرين الاعتيادي كيعتمد غير شويه ديال الفهم، دونك نحاولوا نقراو هاد النصوص مزيان ونملؤوا الفراغ. كومبليتي لو فيد اون اوتيليزون لي مو سويفون. لو كورون الكتريك ايتان دي بوين اوردوني دي بورتور دو شارج. قلنا بان لو كورون الكتريك شنو هو؟ لو كورون الكتريك هو واحد الديبلاسمون ديال des porteurs de charge. Donc il y a deux couleurs des porteurs de charge, soit des électrons, soit des ions. Il faut que je compte des électrons. Des couleurs des électrons. Fashion couleur. Fashion couleur. Tu as le carabin qui est marfouat. Si le carabin ou la. Ça veut dire des conducteurs métalliques. Mosilat, filizia. Ok, deux couleurs ionnes. Fashion couleur. Chadamine de les solutions électrolytiques ou les électrolytes. Bien. Donc on a le courant électrique éteint. شي حاجة اوردوني دي بورتور دو شارج. دونك فاش نقلب هنا ايت ان موفمون اوردوني دي بورتور دو شارج. مزيان، دون ان ميتال لي بورتور دو شارج سون. هادشي اللي كنت قلت دابا بالنسبة لواحد الفيليز، شنو هما لي بورتور دو شارج ديال واحد الفيليز؟ هما لي زيليكترون. بالنسبة دون ان الكتروليت لي بورتور دو شارج سون لي زيون. L'intensité du courant électrique s'exprime en ampères et se mesure à l'aide d'un ampère-mètre. L'intensité du courant électrique est le même. En tout point d'un circuit en série, l'intensité du courant électrique est le même. En tout point d'un circuit en série. Donc, je suis d'attirer pour faire qu'il y ait un tawali. هي نفسها التيار واحد اللي كيبقى دايرنا في داك في ديك في ديك في ديك الدارة كلها اللي كاين على التوالي. مزيان، دون ان سيركوي اون ديريفاسيون لا سوم دي زانتونسيتي. دونك مجموع التيارات الداخلة، دونك شي عقدة، مجموع التيارات الداخلة كيساوي مجموع التيارات الخارجة. دونك دون ان سيركوي اون ديريفاسيون لا سوم des intensités du courant qui arrive à N est égale à la somme des intensités du courant qui en repartent. Deuxième, nous allons à l'exercice 1. Donc, les exercices, pas de problème. شوف التمرين، خدمو هزو ورقة وخدم على خاطر خاطرك وعاد شوف لا سوليسيون، صافي شوف لي سوليسيون. ليكزارسيس 2، ليكزارسيس 2 Dans un circuit, dans le circuit, 6 contre, toutes les lampes sont identiques. Donc, à dire, c'est les lampes sont pâles. Donc, les lampes sont pâles. Je vais vous dire que vous avez dit 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 que vous dans le circuit 6 contre, toutes les lampes sont identiques. Donc, l'ampèremètre indique 0,68 ampères. Donc, à l'ampèremètre qui est chez Léo Hadprimed, il y a le chiffre facile là. 68 ampères. Bien. Ce L1, la lampe L1 brille-t-il? La lampe L1, donc, la lampe L1 brille-t-il de la même façon que la lampe L2? واش المصباح واحد هذا، واش هذا المصباح مصباح واحد، واش كيشعل يعني كيتوهج بنفس الشده باش كيتوهج المصباح ال جوج؟ دونك هذا السؤال ما يمكنش نجاوب عليه بوي ولا نو، نحبس. دونك خصني جوستيفي لا ريبونس ديالي. دونك الجوستيفيكاسيون باش غادي تكون لا جوستيفيكاسيون. دونك حنا ما عارفينش اصلا، ما عارفينش واش ال ال غيدير مزيان ولا لا. دونك عندنا دابري لا لوا
des nœuds, on a, d'après la loi des nœuds, on a le fil, donc d'après la loi des nœuds, en B, on a, شنو غادي يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا التيار، التيار هذا منين كيدوز لينا التيار الكهربائي، التيار الكهربائي كيدوز لنا من هنا كيبقى غادي 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 غادي، دابا هذا التيار الكهربائي، مزيان، عاوتاني غادي كيكمل التيار الكهربائي، دونك هذا غنسميوه إي واحد، مزيان، وصل ليا العقدة كيتقسم، جزء كيمشي هكا. Donc, هذا هو اي جوج و جزء الاخر كيمشي هكا هذا كيساوي ليا اي 3 ماشي بالضروري اي جوج تكون كتساوي اي 3 ولكن فوقاش اي جوج غتساوي ليا اي 3 ماشي كتقسم على جوج دونك الا كانت هنا مثلا 5 تقدر تكون هنا 3 دونك الا كانت مثلا في هاد اي واحد 5 تقدر تكون هنا 3 تكون هنا 2 الا كان مثلا هنا 4 تقدر تكون هنا 1 وهنا 3 ولكن شكون اللي كيحكم انهم خصهم يكونوا مقسومين على 2 هو انهم ال سون ايدونتيك ال 2 ال 3 راهم بحال بحال دونك الزامي ان هاد القياس كيساوي هاد القياس دونك الا كانت هنا 4 ضروري هنا تكون 2 وهنا تكون 2 كانت هنا 5 ضروري تكون هنا 1 2 ونص 2 ونص صافي دونك نكملوا قانون العقد شنو يقول لنا؟ تيقول لنا قانون العقد تيقول لنا بأنه إي واحد كنعتذر كنعتذر على هذا تيقول لنا بان اي واحد زائد اي جوج كيساوي اي واحد زائد اي جوج كيساوي ليا اي واحد كنعتذر اي واحد كيساوي ليا اي جوج زائد اي ثلاثة اي جوج زائد اي ثلاثة صافي نعاودها قلنا اي واحد كيساوي اي جوج زائد اي ثلاثة مزيان وحنا قلنا بان ال جوج و ال ثلاثة اي بويسكو ال دو اي ال تخوا sont identiques sont identiques alors alors je n'aurai dit au cas d'une autre non il est quand même identique donc tiens le rémorf L2 ou tiens le rémorf L3 donc I2 est égal à I3 on a la catégorie I2 on a dit ce qu'on a dit I1 كتساوي ليا جوج اي دو نخدم بدلالة اي دو غتساوي ليا جوج اي جوج جوج اي جوج مزيان يعني حنا باش نقلبو كنقلبو على تيرميني كورون سيركيلون دون لو لونف ال ان دونك نقلبو على اي دو و اي تخوا و اي ان Donc I2 est égal à I1 sur I1 sur 2. Des applications numériques. Donc on a I1, 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 virgule 0,
0,68 ampères divisé par 2. Et là, je vais aller à l'application numérique de là. Quand il y a 0,68 divisé par 2, c'est passé là, 4 classiques. Est égal à 0, ampères. Donc, le quina, I2 est égal. Donc, le quina I2. Le quina I2, d'où I1 taille, I3 taille, ratsawi nafs l'qima. I3 ratsawi taille, 0,34 ampère. هنا نسينا ما شرناش بانه هنا نسينا ما شرناش بانه avec i1 avec i1 est égal à معروف هذيك هي اللي كاينه عندنا القيمه 0.68 امبير تمني ما صعيبش مزيان دونك التمرين راه ما صعيبش الاساسي اللي خصنا نكون عارفين هو انه التيار اللي كيمرينا في الامبير متر 0.68 بما ان ما كاين لا عقده لا والو دونك ici راه لو ميم كورون كي باس بار ال1 هنا في لو نو ا في ا في العقده ا شنو غيوقع لنا كيتقسم لنا التيار على جوج يعني كاين E3 بلس E2 صافي صافي نتمنى نكون هادشي مفهوم تمرين بسيط جدا هادو تمارين تطبيقيه تمارين اللي غنضبطوا بها غير العلاقات دونك هنا اهم حاجه عندنا في الفقره هذه هي قانون العقد يعني ان اي مثلا في التمرين العلاقه الاساسيه اللي خدمنا بها هي اي واحد غادي تساوي ليا اي جوج زائد اي 3 دونك اي واحد شنو هو اي واحد اي واحد هو التيار اللي خرج من المولي دونك جاي 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 حتى لهنا مزيان تقسميه على جوج ديال التيارات التيار اللي مار في المصباح ال جوج ثم التيار اللي مار في المصباح ال 3 مفهوم ننتقلوا للتمرين الثالث ان شاء الله التمرين الموالي اكزرسيس 3 دونك هنا في التطبيق هنا القانون العقد ديما قانون العقد هو لا سون ديال لي اي في عقده مزيان ناخذوا هاد الشيمه هادي هاد الشيمه شنو فيها الا ما كانوش باين لكم هادو نحاول نبينهم هادي اي واحد هادي اي جوج ثم I3 I1 I2 I3 I1 عطاونا كتساوي 10 أمبير I1 كتساوي 10 ميلي أمبير I2 كتساوي 55 ميلي أمبير I3 كتساوي لنا 0.2 أمبير دونك الإيات كلهم عطيين كيلي لا فالور دو كورون I الكورون I هو هذا هو اي دونك شنو هي الفالور ديال اي حنا شنو كنشوفوا ردوا البال هذا التيار اللي غادي هكا فين غادي يجي غادي يبقى غادي هكا غادي يجي لهنا غيدخل لهنا هذا التيار حتى هو غادي يكون جاي هنا هذا التيار حتى هو غادي يكون جاي هنا دونك شنو التيارات الداخله اللي هما ثلاثه شنو هما التيارات الداخله التيارات الداخله دونك لي كورون entrant est égal à I donc I1 plus I1 plus I2 plus I3 est égal à I on dirait que nous avons des applications numériques donc I est égal à I1 10
10 milliampères. Rattle-le. 10 milliampères. خصني نرد على الامبير باش ترجع للامبير دي ملي امبير دونك خصني نضربها في 10 على بيسونس دونك خلي 10 ملي امبير بلس 55 ملي امبير بلس 0,2 دونك ردوا البراغي من التحويل يعني ان اي غتساوي لنا 10 ميلي امبير دونك نحولوا كل شيء لميلي امبير اولا نحولوا كل شيء للامبير اللي عجبكم دونك نحولوا كل شيء امبير دونك 10 ميلي امبير 10 ملي امبير الى حولنا الامبير خصنا نضربها في 10 اس ناقص 3 دونك ضربناها في 10 اس ناقص 3 يعني فالقى 0,01 دونك 0,01 امبير بلس 55 فوا 10 على بيسونس موان 3 55 فوا 10 على بيسونس موان 3 اللي هي تعطينا 0,055 امبير الاخرى ما عادش نحولوها plus 0,2 donc quelle est la somme d'iel home donc 0,01 plus 0,055 plus 0,2 est égal à 0,226 donc i est égal à 0,265 امبير راهي تمارين بسيط جدا ماشي شي حاجه اللي راها دونك الاساسي هو نعرفوا نطبقوا قانون العقد الاساسي هو نعرفوا نطبقوا قانون العقد يعني اي الداخله اي واحد واي جوج واي ثلاثه كلهم داخلين في العقده في هذه العقده هذه كلهم داخلين هنا دونك اي واحد و اي جوج و اي ثلاثه كلهم كيدخلوا في هذه العقده و تيخرجوا منها كيخرجوا مجموعين دونك كيخرجوا كيخرجوا اي دونك اي واحد زائد اي جوج زائد اي ثلاثه كتساوي اي دونك هذا هو قانون العقد راه قانون العقد راه مهم جدا وغنخدموا به ان شاء الله في البكالوريا وفي السيزيام انو دونك بالنسبه للتمرين رقم 4 هنا ندخلوا تمارين شي شويه ماشي صعيبه ولكن تمارين توليفيه ليكزرسيس 4 ان كورو à une intensité 0,1 ampère. Donc, on a un exercice de l'eau, ou 1 ampère. Question numéro 1. Calculer la quantité d'électricité Q débitée en 8 secondes. Donc, on a un exercice de l'eau. اي كتساوي كيو سور دلتا تي قلنا راه التيار الكهربائي هو كمية الكهرباء اللي كدوز فواحد المدة معينة دونك هنا عطاونا المدة اللي عطاونا هي 8 سكوند دونك تطبيق مباشر للخاصية تطبيق مباشر للعلاقة تطبيق مباشر للعلاقة دونك شنو غادي نلقاو عندنا اي كتساوي لنا كي عندنا اي كتساوي لنا كي ديلتا تي دونك ابليكاسيون نيميريك غتعطينا اي ايت ايكالا كي شحال لقينا في كيلو كيلو كنعتذر دونك انا ماشي بغينا هاد العلاقة دونك من هاد العلاقة يمكن لنا نستنتجو دونك من هاد العلاقه يمكن الناس نستنتجو من هذه حنا اش نقلبو كالكيو لا كونتيتي دونك كي
غادي تساوي ليا اي في الدلتا تي. تناسب تناسب. دونك مره كيعطيوكم مره كيعطيوكم اي وتيقول لك جبت كي، مره تيعطيوكم كي يقول لك جبت اي، مره تيعطيوكم كي وكيقول لك جبت دلتا تي. دونك كل مره كيكون جو. دونك تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك. دونك عندنا كيلو اي تي ايكالا اي شحال هي اي 0.1 امبير فوا دلتا تي اللي هي 8 سكوند. 8 سكوند اللي غتعطينا اللي غتعطينا نحسبوها نحسبوها شحال غتعطينا غتعطينا سي باسي لا واحد نضربها في 8 دونك 0.8 كولوم 0.8 كولوم. صافي دونك الحد الساعة ماشي ما كاينش حاجة صعيبة. السؤال الثاني السؤال الثاني question numéro 2 question numéro 2 déterminer le nombre d'électrons n traversant une section du conducteur pendant ce temps. Déterminer le nombre d'électrons n donc on a des علاقات نحددوا عدد الالكترونات اللي كيمروا لنا من واحد une section du conducteur pendant ce temps فهاد الوقت هذا. Donc حنا كنعرفو واحد العلاقة اللي هي علاقة اللي فيها عدد الإلكترونات. دونك أنا كنعطيكم الوقت. دونك كي تساوي كي تيكالا إن أنا مشرحت لكم هادي مزيان إن فوا أ. دونك أنا نحاول نشرح لكم هاد العلاقة مزيان باش كنكونو خدامين في واحد كونديكتور ميتاليك باش نكونو خدامين في كونديكتور ميتاليك كنطبقو هاد العلاقة مزيان. ولكن فاش كنكونوا خدامين في واحد محلول الكتروليتي انا غنشرحها لكم دابا. المهم كنخدموا بهذا العلاقه. دونك في هذه الحاله هذه كنخدموا في هذه العلاقه. اذا ان كتساوي لنا هذا التطبيق عددي. دونك نحطوا التطبيق العددي مباشره. دونك التطبيق العددي كيساوي ان قبل التطبيق العددي حنا تنقلبوا على ان. دونك هذه العلاقه الوغ الوغ ان غتساوي لنا n est égal à q sur e. q sur e. How to zoom cost to load the machine black. Donc application numérique n est égal à q long. Q long je halqui na fiha. Q long je halqui na fiha 0.8. 0.8 sur 0.8 sur sur E. ماشي هاد E كدير E صغيرة سيغ E. E اللي هي 1.6 فوا 10 على بيسونس موان 19. 1.6 فوا 10 على بيسونس موان 19 fois 10 à la puissance moins 19. Donc on a un décalé de la colombe. Donc on a un décalé de la colombe. C'est la semaine. Je vais voir ça, c'est la semaine. Donc 0.5 fois 10 à la puissance moins 19. Ça arrive. Donc on a un décalé de la colombe. 0.5. Donc n. fois 10 à la puissance 19. Mais je suis moins 19. Moins 19, faut que je donne là. Quand tu le tâches, moins 19, quand tu le casses. Donc, on est à la fois qu'on l'a fait le mac. Donc, 0.5 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, on tacle le sur un 3. Donc, ce un raccom 3 qui roule, on considère mesurer
La enduiseur mesurait un courant de 300 milliampères à l'aide d'un ampèremètre dont le cadran comporte 100 divisions. Donc, alors, il y a un enduiseur mesurait un courant de. Donc, le courant, on a 400 milliampères. L'ampèremètre fait 1000 déjà. Donc, les calibres de l'ampère. Donc, les calibres, un bouton, qu'est-ce qu'on fait? L'ampèremètre, 4 là. Donc, dis-moi, je vais avoir l'ampèremètre. اش كندير كناخد اكبر كاليبر ياك وكنبقى غادي وتنقص قد ما كنقص قد ما ديك الابره كتمشي كتوجه لي للاخر ديال الميناء دونك الا درت انا دونك انا مثلا هنا كنعرف هذا دابا 300 ملي امبير ياك 300 ملي امبير دونك شنو هو الكاليبر اللي يمكن لي نستعمل واش 5 واش 500 ملي امبير واش 50 ملي امبير Donc, سؤال 3 واحد كومون دو تون برونشي لامبيرمتر دون لو سيركوي كيفاش يمكننا نبرونشي لامبيرمتر في داك دون ان سيركوي دونك لامبيرمتر يمكننا نبرونشي دون ان سيركوي كيفاش كيتبرونشا اون سيري Donc, moi, je vais nous dire. Donc, l'ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique. Tel que le courant doit traverser l'ampèremètre de sa borne positive à sa borne négative. Abdelbe. Fâche. Quand je vais nous dire que l'ampèremètre, voilà que nous avons dit. Qu'on a dit maintenant là. واحد مولد عندي هنا مثلا مصباح طيب دونك لومبيرميتر اللي غيبغي يركب خص القطب الموجب ديالو يمشي مع القطب الموجب لحقاش حنا كاين الموجب والقطب السالب دونك خص التيار الكهربائي دونك هي قاعده باش تعقلوا عليها ديما التيار الكهربائي ديز من هنا التيار الكهربائي خصو يدخل مع القطب الموجب ديال الامبيرمتر صافي هذا هو الاساسي وهو ديما امام يركب على التوازي دونك بلا ما نكتب هاد الملاحظه ولا بغيتو نكتبها نكتب دونك نكتبها ماشي مشكل دونك كيسيون كومون دو تون برونشي دو 3 1 3, 1. L'ampèremètre se branche. L'ampèremètre se branche. L'ampèremètre se branche en série. Dans un circuit électrique. Dans un circuit électrique. Dans un circuit électrique. Dans un circuit électrique. Et la connexion là. Dans un circuit électrique tel que le courant tel que le courant passe, doit traverser l'ampèremètre de sa borne positive. Ça va? Après, on l'a dit.
de savant positif. Ça va? À savoir négatif. À savoir négatif. Sur la ça juge. Quel calibre doit-on choisir? Quel calibre doit-on choisir? Achmin calibre l'imkanna nstaamlo. Achmin calibre fma darkon l'imkanna nstaamlo. Donc, bach n'éviteu anna dak l'ampermètre ou la dik l'aiguille ma t'herrish. Donc, hadak l'courant li bghina hna nhasbo, si koun sghar, ou yusawi l'calibre. دونك حنا شنو بغينا نحسبو؟ بغينا نحسبو 300 ملي امبير هي اللي بغينا نجبدو. دونك هاد 300 امبير شنو هما اللي صغر منها؟ اللي صغر منها كاين 50 ملي امبير هي خاصها تكون صغر. دونك هي خاصها تكون صغر. دونك شكون هما اللي كبر منها؟ كاينه 5 امبير كبر منها وكاينه 500 ملي امبير كبر منها. دونك شكون هو في هاد الجوج اللي غناخد؟ دونك هذا ما غاديش ناخد. شكون هو في هاد الجوج اللي غناخد؟ دونك انا خد 5 امبير ولا 500 ملي امبير. دونك حنا عندنا 300 ملي امبير. انا خد الكاليبر اللي قريب ليها اللي هو 500 ملي امبير. دونك هذا الا خديت هذا دونك هذا غادي يعطينا 5 امبير في 10 اس 3 هي 5000 ملي امبير. 5000 ملي امبير كبيرة بزاف على 300 ملي أمبير. دونك نحاول نهز اللي راه عقلاني اللي قريب ليها. دونك هي 500 ملي أمبير. سؤال رقم 3 سور كيل سور كال غراديياسيون صغات ليغوي. دونك قالك اش من تدريجة فين غتوقف لنا الإبرة؟ اش من تدريجة فين غادي توقف لينا الإبرة؟ دونك الإبرة نطبقوا واحد العلاقة اللي هي أساسية معروفة اللي كنا درناها. العلاقة اللي هي إي كتساوي ليا الكاليبر مضروب في ان على ان زيرو. الكاليبر دابا راه عرفناه هو 500 ملي امبير. الكاليبر هو 500 ملي امبير. ان هو التدريجه اللي كتشير ليها الابره و ان زيرو هو عدد تدريجات الميناء. هما راه عطاونا عدد تدريجات الميناء. عدد تدريجات الميناء عطاونا عدد تدريجات الميناء اللي هو عدد تدريجات الميناء اللي هي 100 ديفيزيون. دونك ابليكاسيون نيميريك. قبل ما نديرو لابليكاسيون نيميريك خصنا نديرو التناسب. حنا اش نقلبو؟ تنقلبو على هادي. دونك ان غادي تساوي لينا ان زيرو. طلع هاد ان زيرو لجهة اي. ان زيرو مضروبة في اي مقسومة على سي. يبقى لي تطبيق عددي. ان زيرو قلنا هي 100. اي اي هي 300 ملي امبير. ماشي مشكل نخليوها للملي امبير لاننا عندنا هذيك السيب للملي امبير. دونك نخليو كلشي بالملي امبير. و 500 تدريجه هي 500 ملي امبير. دونك مشات هذه 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 بقات ليا 3 على 5. دونك 300 مقسوم على 5 هي 60. 300 مقسوم على 5 هي 60. 60 اش. دونك لقينا عدد التدريجات. دونك الابره فاش غادي هذا هو الامبيرمتر. التدريجات ديالو هما هادو هما هادو هما هادو هما هادو هما هادو هما هادو. دونك هو اش غادي يدير؟ الابره غادي تشير لينا للعدد 60 التدريجه رقم 60. صافي. السؤال 3 4 السؤال الاخير.
Calculer l'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité, déduire l'incertitude relative. Donc l'incertitude absolue, l'incertitude absolue, quand je dis delta I, c fois x sur 100. C fois x sur 100. X, il fait A, la classe de l'GHS qui est à donc, il fait A de l'GHS à ta. هي x كتساوي ليا 1.5 دونك عطينا في هذا الجهاز كي اللي كيسميه x كي اللي كيسميه الفا دونك نتوما غير دو البال كلاس دو لاباري دونك c راه عندنا اصلا هي 500 x 1.5 sur 100. دونك غتبقى لينا شهادة مع هدا شهادة مع هدا غتبقى 5 في 1.5 اللي هي 7.5 ردو البال ملي أمبير. علاش؟ لأنني واخد هادي بالملي أمبير، إلا بديتها الأمبير هادي غتخرج ليا بالأمبير صافي ملي أمبير. بقى لينا لانسيرتيتود غولاتيف، لانسيرتيتود غولاتيف قلنا فاش كنلقاو دونك لقينا اي عندنا اي هي 500 والدلتا اي هي 7.5 دونك كنعرفو لانسيرتيتود غولاتيف هي دلتا اي سور اي دلتا اي سور اي دونك دلتا اي هي 7.5 ردوا البال خص كلشي يكون بنفس الوحدة اما بالملي امبير ولا بالامبير المهم الا كان فوق ملي امبير حتى تكون ملي امبير دونك انا غندير 500 ملي امبير مني غنحسبها غنلقى 7.5 مقسوم على 500 0.015 هذيك كتكون 100 يونيتي بلا وحده 0.015 دونك هاد النسبة ديما كتعطى ب بسميتو بالبورسونتاج دونك كتعطينا 1.5% دونك كنضربوها في 100 هاد 0.015 كنضربوها في 100 هي 1.5 في 100 دونك فاش كتكون صغيره يعني ان هذا الجهاز هذا يعني عنده الدقه يعني دقيق جدا كيعطي قياسات دقيقه قد ما كانت هذه الدلتا اي سور اي صغيره قد ما كان الجهاز كيعطي قياسات بدقه دونك هذا لانسيرتيتود هو الارتيان يعني كل جهاز الا عنده واحد يقدر يخطا يقدر يكون فيه واحد شويه الخطا ربما نقراو الابره بعينينا ناقصه ربما الابره تكون بقوس ما كنخدموا بها ولا ديك المراه شي وقت كتعطي الصوره هي المهم كيكونوا مشاكل يعني كيكون اخطاء ارتيابات ماشي اخطاء هما ارتيابات صغيره دونك فاش نكمل ديما فاش كنلقى نسيت ما شرتهاش فاش كنلقى اي وكنلقى دلتا اي كاين هاد الكتابه هادي كنكتبها دونك تيقول كنكتب بان شحال لقينا في اي 500 بلس يعني زائد او ناقص الهامش ديال الخطا الهامش ديال الخطا هو 7 راه ديما دلتا اي خصو يكون صغار من صافي دونك انا خدام هنا بالملي امبير صافي كنسد القوس وكندير ملي امبير هذه غير كتابه نتاع اننا باش كنحسبوا اي وكنحسبوا الدلتا اي صافي تنقولوا بانه القياس هو 500 زائد او ناقص 7.5 يعني قد نكون خطانا ب 7.5 اما نزيدو اما نقصها 7.5 ملي امبير صافي دونك التمرين الرابعه سهله نمشيو نشوفوا التمرين الخامس التمرين الخامس On considère le circuit 6 contre, sachant que donc le circuit WADA, donc sachant que la quantité d'électricité Q qui traverse la section du fil AF pendant une minute et Q est égal à 300 coulombs. Nous disons, attends, on a Q, il y a 300 coulombs. Ah, il y a la colère. Q, il y a 300 coulombs.
Calculer le nombre d'électrons qui traversent cette section. Donc, أسئلة اعتيادية. أسئلة اعتيادية. Donc, العلاقة. إحنا اللي كنا درنا. شنو هي؟ هي E كتساوي Q. يعني كمية الكهرباء اللي كتمر في واحد المدة زمنية. نفس العلاقة باش خدمنا في التمرين الأول. هذه غنجبدو منها السؤال شنو هو؟ لو نومبر ديليكترون كلك عطينا لو نومبر ديليكترون دونك لو نومبر ديليكترون كي كتساوي ان فوا ان حنا باش نقلبو على ان دونك هذه غتعطينا ان كتساوي Q مقسومة على E تطبيق عددي دونك Q عندنا هي 30 كولوم و E هي 1.16 و 19 دونك في الاخر غنلقاو 1.875 فوا 10 على بيسونس 20 راه هنا راه عدد ديال الالكترونات ما كتكون لا وحده لا والو دونك لقينا 1.875 في 10 اس 20 10 اس 20 الكترون دونك السؤال رقم 2 اون ديدوير لا فالور دو لانتنسيتي دو كورون اي 1 كي ترافيرس لا نوت ال 1 دونك هاو دونك هذا هو البلس دونك هذه عندنا واحد الاي خارجه من هنا مزيان مزيان كتفراق كيجي واحد الجزء هنا وكيجي واحد الجزء هنا دونك اف c'est un عقده مزيان كتبقى غادي غاديه دونك هذا هو التيار اللي كيمر من المصباح ال1 سموه هما في التمرين سموه اي 1 راني غادي بشويه دونك قال لك احسب شده التيار اي 1 اللي كتمر في المصباح ال1 ومعطيات لي عندك شنو عندك ردوا البال راه فاش ما كيكتبوا لكمش الارقام فمش واحد كيمشي يسرق دونك ردوا البال ما بغيتش نكتب لكم دقيقه ما بغيتش نكتب لكم دقيقه كتبت لكم مينوت ما بغيتش نكتب لكم واحد مينوت باش تكونوا لان اغلبيه كيمشي الاعداد كيمشي كيقلب على الاعداد دونك انا كتبتها لكم بلي لاتر اون مينوت دونك هنا باش نقلبوا على اي ان حنا كنعرفوا العلاقه عندنا اصلا اللي هي اي ان كتساوي ليا كميه الكهرباء لا كونتيتي ديليكتريسيتي سور Delta T application numérique هذه Q long كتساوي ليا 30 كولوم مقسومة على Delta T Delta T اللي هي 1 مينوت 1 مينوت نحولها لسكوند هي 60 سكوند إذا 30 على 60 اللي هي 3 على 6 3 على 6 هي 1 على 2 هي 0.5 امبير مزيان نشوفوا السؤال الموالي دونك ندخلوا الفقره الثانيه في التمرين لامبيرمتر ا كومبورت 100 ديفيزيون دونك هذا لامبيرمتر قال لك فيه 30 فيه 100 تدريجه اي بوسيد لي كاليبر سويفون دونك فيه يعني فيه واحد البطوله فيها هاد لي كاليبر فيها 5 امبير 1 امبير 300 امبير 100 امبير مزيان السؤال الاول كيلي لو كاليبر لو بلو ادابتي بور لا ميزور دو اي 1 دونك شنو هو الكاليبر بلو ادابتي بور لا ميزور دو اي 1 غنشوفوا الكاليبر بلو ادابتي دونك شحال لقينا في سميتو لقينا 0.5 دونك قلنا ديما هاد 0.5 خاصها تكون خاص الكاليبر خاصها تكون صغر من الكاليبر دونك الكاليبر اللي صغر منها 0.5 امبير راه صغر من 5 امبير مزيان ها هي صغار من 5 امبير وعاوتاني راها 0.5 امبير صغار من 1 امبير راها صغار من 1
امبير دونك عندنا جوج القياسات شوفوا 300 0.5 راه اكبر من 300 ملي امبير اكبر من 100 امبير دونك صغرنا هاد الجوج هادو دونك واحد فيهم هو اللي غادي يكون 5 امبير كبيره بزاف على 0.5 امبير دونك ناخذ اللي راه قريب ليها شي شويه دونك اذا هنا الكاليبر اللي غناخذو الكاليبر اللي غناخذو الكاليبر كارمزولي بالسي الكاليبر اللي غناخذو هو 1 امبير سؤال بسيط ما كيسالش كاع العناء دوزيام كيسيون دوفون كيل ديفيزيون ليكوي دو لامبير سافيتيل دونك فيه نفس اسئله فين الابره فين بلاصه غادي تحبس لينا غتحبس لنا هذيك الابره غنطبق العلاقه ديالي العلاقه بين انا كنعرف اي ان اي ان اش كتساوي ليا العلاقه ديال القراءه على جهاز الامبير متر لا ليكتور سور لامبير متر est égal à C égal à C fois N sur N0 application numérique C radarna ralqina hiya wahed ralqina C دونك هنا حنا كنقلبوا على التدريجة يعني ان راه السؤال فيه نقلبوا على التدريجة ما ديجا حاسبنا دونك ان كتساوي لنا نفس الشيء ان زيرو نفس السؤال اللي كان في التمرين السابق ان زيرو مضروبة في اي واحد مقسومة على سي دونك ابليكاسيون نيميريك N0 عطاونا هي 100 الى عقلي نفعني 100 N0 هي 100 تدريجة اي واحد شحال لقينا فيها هي 1.5 0.5 و سي لقينا هي 1 امبير دونك 1 0.5 دونك التدريجة اللي غادي تشير لينا ليها الابرة هي 50 تدريجة دونك هل ميناء هاد التدريجات الى اخره دونك الابرة غتشير لنا القيمة 50 طيب نمشيو نشوفو السؤال الموالي السؤال الموالي Devant quel donc le nom de la rue Alta l'intensité débitée par le générateur est 0, à 0,8 ampères. Donc, on a un simu à I. Un simu à I. Après, on a un simu à I. C'est facile à 8 ampères. Il a dit qu'il y a un générateur. Le générateur est un simu à I. مزيان 0.8 امبير كي سون لي بوان كي سون كونسيديري كوم دينو جبد ليا شنو هما النقاط اللي كنعتبروهم عقد واخا عندي ا بي سي دي او اف ام ام واخا عقدة لا لان التيار اللي مشى هو اللي دار دونك ا ماشي عقدة بي عقدة لا يعني التيار اللي غادي هنا هو التيار اللي غادي هنا ما تقسم ليا ما والو يعني بحال شي واد غادي ويدور دار الفراش مزيان سي عقدة نشوفو التيار كان جاي شنو وقع له قلت تخيلو غير بحال شي واد وخرجو فيه الشعابي دونك تقسم يعني تفرق الى جزئين جزء واحد جزء جوج دونك سي ندور عليها هي عقدة مزيان نمشي نشوف ان كان دخل فيها واحد التيار نفس التيار خرج منها دونك ماشي عقدة بي حتى هي نفس الشيء دخل فيها تيار خرج منها تيار ماشي عقدة اف اف كان داخل تيار هو يتفرق على يعني تفرق الى جزئين دونك اف حتى هي عقده ندورو عليها او التيار اللي داخل هو التيار اللي خارج ام التيار اللي داخل هو التيار اللي خارج دي التيار اللي التيار كان هذا سي
صافي المهم التيار اللي داخل هو التيار اللي خارج دونك هنا قلنا او داز لا تيار تقسم على جوج داز من هنا هكا هكا الى اخره مزيان دونك التيارات اللي داخله اذا في الاخير غنلقاو العقد اللي لقيناه هي اف و اف و سي هي اف اي سي جوج ديال العقد اللي كاين نشوفوا السؤال الموالي السؤال الموالي indiquez le sens du courant dans chaque branche donc كل branche indiquez شنو هي البرانش راه البرانش هي واحد لونسومبل ديال ديال لي ديبول مونتي اون سيري اونتر دو نو دونك بين جوج العقد كيكون عندنا مجموعه ديال ثنائيات القطب لي برونشين اون سيري بين جوج العقد صافي المهم غنشوفوا السؤال هو انديكي لو سونس دو كورون اليكتريك دونك غنعاود نمسح هادشي باش يجيكم هنا كلشي واضح ونحاول على الشكل غادي نبينو لي سونس في كل برونش مزيان مزيان التيار الكهربائي غادي يكون هنا التيار الكهربائي غادي يكون هنا دونك غادي يدوز لنا هذا هذا نسميوه اي واحد وغادي يدوز لنا هذا نسميوه اي جوج صافي ولا نبداو بهذا اللي عجبكم نسميوه اي واحد نسميو هذا اي ثلاثة ونسميو هذا اي واحد يلا باش نمشيو بالترتيب هذا اي واحد دونك هذا هذا اي جوج او بقى غادي داز لينا دونك ها البرونش الاولى ها السيري ديالها ها التيار ديالها والبرونش الثانية ها التيار ديالها صافي مفهوم البرونش الاولى ها هي التيار ديالها كيدور هنا والبرونش الثانية تيادي هكا كيدور هكا ندير ديتيرميني لي فالور دي زانتونسيتي كي ترافيرس لي لوب ال2 ال3 ال4 دونك غنجبدو التيار الكهربائي اللي كي يدوز لنا من ال1 ال3 و ال2 و ال4 ال3 يعني من هادي و ال2 و ال4 بغاونا نحددو هاد الشدة ديال التيار الكهربائي مزيان دونك بل أصلا هنا هنا التيار الكهربائي دونك بلا ما نكتب باش نبقى نشرح دونك هنا التيار الكهربائي اللي دايز في لومبير في المولد هو التيار الكهربائي اللي دايز في ال جوج التيار الكهربائي اللي دايز في المولد التيار الكهربائي اللي دايز هنا راه هو اللي دايز هنا نفس التيار الكهربائي دونك شحال قلنا في هذا هذا التيار الكهربائي 0.8 دونك حتى هذا غتكون عنده 0.8 صافي تفهمنا بلا ما نكتبها بقى لنا التيار الكهربائي هذا هو اي يعني اي جوج كتساوي لنا نكتبوها نكتبوها اي جوج كتساوي لنا 0.8 اي جوج ايت ايكالا 0.8 الى قال لك جوستيفي لا ريبونس غتقول لا لامب ال2 اي لو جينيراتور سون باركوري بار لو ميم كورون حيت كاينين اون سيري الا كانوا اون سيري راه غادي يدوز فيهم نفس التيار الكهربائي
مزيان. نشوفوا التيار الاخر. التيار الاخر اللي هو ديال ال 3 و ال 4 ونطبقوا قانون العقد. طبقوا قانون العقد. اي واحد راه ديجا حسبناه. اي واحد راه ديجا حسبناها دونك نطبق قانون العقد. دونك اي جوج هذه هي اللي خارجه اللي داخله في العقده كتساوي ليا اي واحد زائد اي ثلاثة كتساوي ليا اي واحد زائد اي ثلاثة. اي واحد ديجا حسبناها لقينا فيها 0.5 في السؤال الاولاني. هذا الشيء كيعطي بان اي 3 هنا راه اي 1 ديجا محسوبه. لقينا فيها 0.5 امبير. دونك اي 3 حنا دابا كنقلبوا على اي 3 شحال تساوي ليا؟ كتساوي ليا اي جوج ناقص اي واحد اي دو موان اي ان دونك اي دو قلنا 0.8 موان اي ان 0.8 موان 0.5 كتساوي لنا 0.3 امبير. مزيان. دونك لقينا اي 3 اي 3 هي اللي كدوز من اي 3 هي اللي دايزه لينا اي 3 دايزه لنا من ال 3 ومن ال 4 اصلا ال 3 ال 4 راهم على التوازي. دونك التيار اللي دايز هنا هو التيار اللي دايز هنا. صافي مفهوم. نشوفوا التمرين الموالي. دونك قبل ما ننتقل نشوفوا التمرين الموالي وهو التمرين الاخير ان شاء الله. التمرين الموالي اون كونسيدير لو مونتاج دو سيركوي الكتريك سي كونتر. دونك هذا المونتاج هذا كيل سون لي برونش دون لو سيركوي. المهم نشوفوا دابا واحد الفهم جديد اللي هو لي برونش. دونك لي برونش قلنا شنو هما لي برونش؟ لي برونش هما واحد لونسومبل ديال لي ديبول مونتي اون سيري اونتر تونو. دونك بين جوج العقد بين جوج ديال العقد كنشوفوا شحال من برونش عندنا. بين جوج ديال العقد كنشوفوا لي ديبول اللي مركبين على التوالي. لي ديبول اللي مركبين لي ديبول هما ثنائية قطب. قدر ثنائية قطب هما هادو لي ديبول هما هادو. قدر مصباح مقاومة مولد إلى آخره. دونك هادو كيتسموا ثنائية القطب. في السيزيام أنا تشوفوا لي ديبول أكتيف لي ديبول باسيف ثنائية قطب نشيطة وثنائية قطب غير نشيطة. دونك كيل سون لي برونش دون لو سيركوي. دونك لي برونش راهم باينين قلنا بين عقدة وعقدة. غنبداو بالبرونش هادي عقدة ياك وهذه عقده. دونك هذه كلها كتسمى برونش. دونك غنديروها كاينه البرونش بي سي صافي زيد. هذه عقده وهذه عقده بين عقده وعقده بنت لينا واحد البرونش اللي سميتها واخا نشوفوا هذه سي دي. هذه كلها حتى هي عقده صافي من هنا حتى لهنا. دونك هذه كلها برونش. دونك سي دي مزيان. بين عقده وعقده كاين ا دي. بين هاد العقده وهاد العقده كاين عندي ا سي. دونك هادو كلهم كيتسموا دي برونش صافي. بين هاد العقده وهاد العقده عندي ا بي او لا بي ا اللي عجبكم. بين هاد العقده وهاد العقده وهذه ماشي عقده. دونك بين هاد العقده وهاد العقده كاين بي و او. تركزوا الفيديو باش ما تنساوهمش.
كاين بي او اه بين هاد العقدة وهاد العقدة كاين ا او ثم بين هاد العقدة وهاد العقدة كاين او دي دونك نشوفو شحال واحد عندنا دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دونك هما هادو ثمانية ديال لي برونش ثمانية ديال لي برونش مفهوم دونك لي برونش خصنا نعرفو لي برونش الفرق بين لي برونش وبين لي مايل دونك غنشوفهم في الدرس الجاي إن شاء الله غينفعونا لي مايل ولي برونش غينفعونا في الدرس الجاي إن شاء الله ديال التوتر الكهربائي نشوفوا لا لوا دو كيرشوف اللي فيه لا لوا دي مايل لي لوا دي كيرشوف من بينهم كاين لا لوا دي مايل غادي نشوفوا ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله مزيان ننتقلوا للسؤال الثاني كيل سون لي نو شنو هما العقد اللي كاينين دونك العقد اللي كاينين كاينه هذه العقده كاينه العقده بي وكاينه العقده سي وكاينه العقده ا كاين العقدة دي فين كيتقسم ليا التيار تما كاين عقد وكاين العقدة او خمسة ديال العقد اللي كاينين جوج ربعة خمسة مزيان ديتيرميني لي فالور دي زانتونسيتي اي ان اي دو اي تخوا دونك باش نجبدو اي ان فين هي اي ان دونك نحاول ندير بريسيزيون هادي هي اي ان باش نجبد هاد اي ان لا ها هي اي ان باش نجبد هاد اي ان غنشوف قانون العقد في النقطة سي دونك في النقطة سي نطبق قانون العقد اش غادي نلقى التيارات الداخلة كتساوي ليا التيارات الخارجة مزيان راه هادي اي جوج دونك ردوا البال هادي هي هادي هي جوج امبير وهذا واحد امبير انا عشان نقلب هذا هو اي واحد اي واحد راه جاي هكا صافي دونك شنو كنقول التيارات الداخله في العقده اللي هي اي واحد التيار الداخل في العقده هو اي واحد كيساوي ليا لو كورون سور لي كورون سورتون كيساوي ليا هذا التيار هذا اللي سميتو جوج امبير عطاونا القيمه ديالو نيشان زائد التيار الاخر اللي خارج اللي هو واحد امبير وبالتالي هنا لقيت اي واحد غادي تساوي ليا 3 امبير مزيان التيار الثاني التيار الثاني اللي بغينا هو اي 2 اي 2 فين هي اي 2 اي 2 اي 2 ها هي اي 2 ها هي دونك عندي العقده العقده او دونك اي 2 هاد التيار اي 2 اي 2 هذا هو التيار الداخل دونك غادي يخرج منه اي 3 وغادي يخرج منه اي 2 دونك التيارات الداخله اللي هي 10 دونك في النق في العقده او تعطينا 10 امبير كتساوي ليا اي جوج زائد اي 3 اي جوج زائد اي 3 مزيان حنا باش نقلبو تقلبوا على اي جوج دونك اي جوج اي جوج غادي تساوي ليا 10 ناقص اي 3 وشنو هي اي 3 راني نسيت ما حسبت في العقده بي اي 3 ما عندناش دونك نشوفوا النقطه بي في العقده بي في العقدة بي عندي هذا التيار وهذا التيار وعندي هذا هذا هو اي جوج دونك التيارات الداخلة كتساوي التيارات الخارجة دونك في النقطة بي عندي اي جوج كتساوي ليا واحد امبير انا راه كنشوف هنا اي جوج كتساوي ليا واحد امبير زائد اي ان اي ان ديجا حسبناها اللي هي 3 امبير اي ان ديجا حسبناها اللي هي 3 امبير
دونك تعطينا في الاخير 1 امبير زائد 3 امبير هي 4 امبير. دونك نرجع دابا ل اي اي 3 دونك غنجبد دابا اي 3 اي 3 غتساوي لي 10 امبير ناقص اي جوج 10 امبير ناقص اي جوج 10 ناقص اي جوج شنو هي 10 ناقص اي جوج هي 6 امبير مزيان نشوفوا العقدة دي والعقدة الأخيرة اللي هي دي فين هي العقدة دي العقدة دي العقدة دي ها هي شنو هما التيارات اللي كاينين كاين هذا اللي هو اي 3 وكاين كاين هذا صافي ما راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك المهم خليو التمرين تناقشوا في التمرين اللي مورا ان شاء الله التمرين اللي مورا ان شاء الله غنحاولوا نناقشوا هذا التمرين هذا لانه ماشي شي حاجه صعيبه فيه غير قانون العقد حاولوا معاه انا غنلوح الحل ديالو ان شاء الله في السلسله دونك بالنسبه للتمرين 7 عنده علاقه بالتوتر الكهربائي دونك التوتر